واللي مات ولا ياخذون وليها يعني اخوها او ياخذون الهويه او ياخذون هالشغلات هاي من شان في سبيل ياخذون بدال المال. يعني الوحده تجي تكون لابسه مثل هيك ما يقبلون، لسه بده يلبسونا اكثر من هالشيء هذا لدرجه انه الوحده ما تشوف طريقها. وحتى يعود هؤلاء لبيوتهم خاضت قوات سوريا الديمقراطيه الكرديه معركه طويله بدعم من طائرات التحالف الدولي، معركة ضمن حملة تحرير ريف الحسكة بالكامل من سيطرة داعش، نجحت فيها القوات من قطع طريقي الإمداد الرئيسيين للتنظيم واستعادة حقل النفطي، ضربة قوية للتنظيم أفقدته مركز دعم لوجستي مهم. لكن القصة لم تنتهي بعد، فالقوات الكردية عليها مهمة تطهير المدينة من الألغام والصواريخ والمتفجرات التي زرعها داعش. ليس هذا وحسب، بل أعلنت القوات عزمها اقتحام مدينة مركدة التي تبعد 10 كيلومترات عن الشدادي، وهي النقطة الفاصلة بين محافظتي الحسكة ودير الزور، إحدى معاقل التنظيم في سوريا. معارك تتوالى وسط هدنة تتواصل، استثني منها داعش علها تطهر سوريا من ذلك التنظيم الوحشي الذي يمارس جرائمه دون اعتبار للراية التي يرفعها. شيرين مجدي، النهار اليوم. وفي تونس أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي إغلاق حدود بلاده مع ليبيا، ويأتي هذا الإجراء بعدما تم فرض حظر التجوال بمدينة بنجردان عقب اشتباكات دارت بين الجيش ومسلحين حاولوا استهداف مقري الأمن والحرس وثكنة عسكرية بالمدينة. وأسفرت الاشتباكات بحسب وزارة الداخلية التونسية عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 45 من بينهم 28 مسلحا، بالإضافة إلى القبض على 6 آخرين. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أيضا أن الجيش تمكن من صد الهجوم الذي وقع بالمدينة القريبة من الحدود الليبية، ما أجبر المسلحين على التراجع إلى ليبيا. هذا وعقد رئيس الحكومة اجتماعا عاجلا مع وزيري الدفاع والداخلية لبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحادث الذي أدانته مصر بشكل رسمي. أفاد مراسل النهار اليوم نقلا عن مصادر عسكرية ليبية بمقتل وإصابة 18 من عناصر تنظيم داعش في عملية عسكرية نفذتها القوات الجوية الليبية بمدينة سرت معقل التنظيم المتطرف. كما أفاد مراسل النهار اليوم بهبوط طائرات عسكرية أمريكية بقاعدتي معتيقة ومصراطة العسكريتين والخاضعتين لنفوذ جماعة فجر ليبيا. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تطالب الجهات المانحة كافة بالالتزام بالتعهدات تجاه الشعب الفلسطيني. وخلال كلمته في افتتاح الدورة الخامسة للقمة الإسلامية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، شدد شكري على أن مصر رغم مكافحتها الإرهاب في شمال سيناء حريصة على المساهمة في تخفيف حدة التدهور في قطاع غزة عن طريق فتح معبر رفح. وحذر وزير الخارجية من محاولات الاحتلال عزل مدينة القدس ثقافيا وماليا ومحاولة تغيير هويتها وطمس تراثها الثقافي والإنساني. قال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي إن التعليم وحده هو القادر على القضاء على الفقر والأمية وتحقيق المساواة بين الجنسين، مشددا على أن التعليم هو المنارة التي تنير الشعوب لطريق التقدم والحضارة. وشدد العربي خلال كلمته في انطلاق الدورة 19 لاتحاد المعلمين العرب على ضرورة الحفاظ على اللغة العربية ونشرها، وأن يفي الاتحاد بحاجات التربية والتعليم. حياه الأمم العظيمة والشعوب الناهضة الفتية، التعليم يعد المنارة التي يهتدي بها الناس إلى الطريق القويم الذي يسلكونه في الحياة. والإسلام يولي أهمية بالغة للتعليم، حتى أن أول ما أنزل من القرآن الكريم كان اقرأ، فهو يسهم بشكل أساسي في تعزيز الرخاء والتقدم للشعوب والدولة التي تعمل على تطوير نظامها التعليمي ليواكب الحياة المعاصرة. هي الدولة التي تتفوق في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، سواء الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الاقتصادية أو السياسية. لذلك يجب العمل على تغيير المناهج وإصلاح العملية التربوية والتعليمية وتنقيتها من كل عوامل هدم القيم والتفرقة،
طائفيا أو مذهبيا أو عرقيا. وفي هذا الإطار اسمحوا لي أن أدعو إلى ضرورة البدء في توحيد بعض مناهج التعليم في الدول العربية دعما للعمل العربي المشترك. يبحث الاتحاد الأوروبي مع تركيا في بروكسل أزمة المهاجرين واللاجئين وسبل التصدي لهذه الظاهرة. وجاء في مشروع البيان الختامي للقمة الأوروبية أن طريق البلقان سيغلق في الأيام المقبلة، وهو الطريق الذي يسلكه المهاجرون إلى ألمانيا والبلدان الإسكندنافية. كما يحث مشروع البيان أنقرة على تعزيز تصديها للمهربين الذين ينشطون قبالة سواحلها بمساعدة سفن الحلف الأطلسي في بحر إيجا. بدأت اليوم كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية مناورات مشتركة لاستعراض القوى أمام كوريا الشمالية ردا على تجاربها النووية، حيث أعلنت سيول أن هذه ستكون أكبر المناورات حتى الآن بعد التجربة النووية الرابعة التي أجرتها كوريا الشمالية في يناير الماضي. ومن جانبها هددت بيونغ يانغ بتوجيه ضربات نووية إذا أبقت الدولتان على المناورات. كشفت الصين عن معاقبتها أكثر من 300 ألف مسؤول خلال عام 2015 بسبب اتهامهم بالفساد، ووقع ما يقرب من 200 ألف مسؤول تحت ما يعرف بالعقاب المخفف، فيما نقل آخرون من وظائفهم. وكان الحزب الشيوعي الصيني قد أصدر في أكتوبر الماضي مجموعة قواعد السلوك التي تمنع أعضاءه من التعليق حول سياسات الدولة. توفي خبير البرمجة الأمريكية ريموند توم لينسون مخترع البريد الإلكتروني عن عمر ناهز 74 عاما. توم لينسون تخرج في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الشهير، وصمم البرنامج الذي يتيح إرسال الرسائل حين كان يعمل على شبكة أربانيت المخصصة للباحثين والعسكريين، والتي تولدت منها لاحقا شبكة الإنترنت. وكتب توم لينسون أول بريد إلكتروني في التاريخ عام 1971 بين جهازين مرتبطين بنظام أربانيت. قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون صباح اليوم في حادث إطلاق نار نفذه أحد المسلحين بإحدى ضواحي سيدني الأسترالية. وتناقلت وسائل إعلامية أن الحادث وقع على ما يبدو بسبب شجار عائلي، بينما قالت الشرطة إن الشخص المسلح أطلق النار على نفسه وسقط قتيلا. وإلى الإكوادور، حيث ثار بركان تونغوراهوا مرة أخرى قاذفا الدخان والرماد في الهواء. وثار هذا البركان عدة مرات منذ 27 من الشهر الماضي. ويقع البركان وسط الإكوادور ويبلغ ارتفاعه 5023 مترا، ونتيجة لزيادة الحمم البركانية التي يقذفها البركان أطلقت السلطات تحذيرات للسكان، لا سيما وأنه تسبب عام 2006 في مقتل 4 أشخاص. وبرلمانيا وإلى الأخبار المحلية، حيث أوصت لجنة التحقيق مع النائب كمال أحمد بحرمانه من حضور جلسات مجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد على خلفية ضربه النائب السابق توفيق عقاشة بالحذاء بسبب استقبال الأخير السفير الإسرائيلي، على أن تعرض التوصيات على المجلس في أقرب جلسة عامة. ومن ناحية أخرى، انتهى مجلس النواب من مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية، وعلى رأسها المواد الخلافية التي أرجأ النقاش فيها، إلى الجلسة المسائية ومن بينها المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات. ومن المقرر أن يرسل المجلس مشروع اللائحة إلى مجلس الدولة لمراجعتها من ناحية الصياغة لضمان دستوريتها. قررت النيابة العامة حبس 8 متهمين جدد 15 يوما في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، ليرتفع بذلك عدد المتهمين في القضية إلى 14 متهما.
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت أمس عن تفاصيل عملية اغتيال النائب العام الشهيد، موضحة أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابي أنصار بيت المقدس، وأوضحت أن حركة حماس لها دور كبير في تنفيذ مخطط الاغتيال، وأشرفت على العملية منذ بدايتها وحتى انتهاء تنفيذها. قرر مجلس تأديب القضاء إحالة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاء الأسبق إلى المعاش، وجاءت إحالة المستشار إلى المعاش بعد رفض تظلم تقدم به عبد العزيز على خلفية اتهامات وجهت له باقتحام مقرات جهاز أمن الدولة إبان أحداث ثورة 25 من يناير عام 2011. أكد لواء أركان حرب مجدي الغرابلي مدير جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب حرص القيادة العامة على توفير أوجه الاهتمام كافة بأبنائها من أسر الشهداء والمصابين، وجاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي للجمعية بمناسبة احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم الموافق لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة في 9 مارس عام 1969. وأشار مدير الجمعية إلى أنه يجرى هذا العام تكريم أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية والتواصل معهم بأماكن إقامتهم بجميع محافظات الجمهورية. وما زلنا في البحر الأحمر، بل ننتقل إلى هناك حيث تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع في حافلة تابعة لشركة الوجه القبلي للنقل والسياحة قرب مدينة الغردقة. وقال مراسل النهار اليوم إن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، وإنه جرى إنقاذ 40 راكبا الذين كانوا على متنه. الحافلة كانت قادمة من السويس في طريقها إلى أسوان عندما اشتعلت بها النيران في منطقة مبارك 7 شمالية مدينة الغردقة. أفاد مراسل النهار اليوم بأن الخبراء يعينون آثار حريق شب بمصنع كيما في أسوان لدراسة ملابسات الحادث الذي خلف خسائر مادية كبيرة. واندلعت النيران بسبب انفجار خراطيم الهيدروليك بفرن الفيري سيليكون بالمصنع، ودفعت الحماية المدنية ب7 سيارات إطفاء لإخماد الحريق الذي لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات سوى حالة اختناق لأحد أفراد الحماية. انهار جزء من عقار قديم مكون من 3 طوابق في شارع درب النصايرة في بولاق أبو العلا دون أن يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث لرفع الأجزاء المتهالكة التي سقطت من أعلى المنزل، كما عينت الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة المرورية بمنطقة الحادث. وتبين أن المنزل ملك لسيدة في 60 من عمرها، وقال أحد شهود العيان إن الانفجار راجع لأعمال هدم لمنزل مجاور، وقد أخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. يواصل سائق النقل العام بالإسكندرية إضرابهم عن العمل لليوم الثاني، وأفاد مراسل النهار اليوم نقلا عن السائقين المعتصمين بجراشات الهيئة في سيدي بشر وسموحة والعجمي ومحرم به بأن لهم 8 مطالب لإنهاء إضرابهم، من بينها عدم وقف العامل أو السائق عن العمل إلا بعد التحقيق معه، وصرف حافز 1% المسمى بحافز الكرنيهات وهيكلة حوافز الصيانة والجهاز الإشرافي والموظفين بالكامل. ونقل المراسل عن المحافظ محمد عبد الظاهر تعهده بإعطاء كل ذي حق حقه ومحاسبة المخطئ. والآن إلى أخبار الاقتصاد بعد الفاصل. تبحث المجموعة الاقتصادية اليوم مشروعات الحكومة وتوافر السلع التموينية وتطوير المجمعات الاستهلاكية، فيما يناقش رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل في اجتماع عقب المجموعة الاقتصادية مشروع الشباك الواحد وتوفير المناخ اللازم للاستثمار وجذب الاستثمارات.
أصدر رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل قرارا بتعيين محافظ البنك المركزي طارق عامر محافظا لمصر لدى صندوق النقد الدولي. كما نص القرار كذلك على تعيين وزيرة التعاون الدولي سحر نصر محافظا لدى كل من البنك الدولي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية، وتعيين وزير التخطيط محافظا مناوبا، وكذلك تعيين وزير التجارة والصناعة محافظا بمجلس محافظي بنك الكوميسا. وفي خبر عاجل، أعلن رئيس هيئة المفاوضات في المعارضة السورية أن الاقتراح الروسي بشأن سوريا الاتحادية هو اقتراح مرفوض بشكل تام. وما زلنا مع الأخبار الاقتصادية، حيث أعلن اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية الموافقة على إنشاء 10,000 وحدة سكنية إضافية في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وتشمل المرحلة الأولى من المدينة التي تقع شرق قناة السويس 12,244 وحدة سكنية، وذلك من إجمالي 57,000 وحدة تشملها المدينة بالكامل، والتي سيتم افتتاحها رسميا في 25 من شهر أبريل المقبل. تخصيص ما يعادل حوالي 10,000 وحدة سكنية يندرج تحت ما يسمى بالإسكان الاجتماعي لسيادة الرئيس متبنيه ضمن المشروع القومي الخاص ببناء مساكن الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية. وده خبر سعيد طبعا ان جزء من الإسماعيلية الجديدة بشكل رئيسي على مستوى المدينة هيبقى فيها جزء إسكان اجتماعي، وده طبعا بشروط الإسكان الاجتماعي هيبقى ده الإسكان المخصص للشباب وحديث الزواج ومن لم يتحصل على وحدات سكنية سابقا. تباين أداء مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 43%، بينما تراجع مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 3%، وربحت البورصة نحو 800 مليون جنيه. يطرح البنك المركزي اليوم سندات خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل يتراوح من سنة ونصف إلى 7 سنوات، ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري ل 240 مليار جنيه. العقادة هي واحدة من المهن اليدوية العريقة التي تأثرت كثيرا بالغزو الصيني لسوقها. المزيد عن هذه المهنة والعاملين بها في هذا التقرير. إلى وقت قريب كانت مهنة العقادة أو صناعة المشغولات الزخرفية والحلي الخاصة بالستائر يقترن اسمها باسم قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، حيث كانت تلك المهنة تستوعب الآلاف من شباب القرية الذين ورثوا فنونها وأسرارها من جيل إلى آخر. نجيب الخامة وبنبتدي نشتغل عليها على حسب ما الزبون بيطلب، بنوري له مثلا بيطلب هو الالوانات، بيجيب قماشه مثلا بنصبغ عليها الكلام ده كله، وبنبتدي نشتغل، بنجيب الخامه وبنبتدي نصنعها من اول الخيط زي ما انت حضرتك شايف كده، بنبتدي نعمل منه شكل كويس. طبعا طول ما انت حضرتك قاعد الصنايعي قاعد بيبتكر، لازم يبتكر، اهم حاجه في الصنايعي انه يعمل جديد. الوضع كان غير دلوقتي خالص، كان يدوي، كله كان يدوي بالايد، كان كله على المجهود. دلوقتي المكن بالكهرباء زي ما حضرتك شايف كده، فما فيش شغل، واقفين ما بنشتغلش. المصنع احنا زهقنا من الوقفه والله، وزهقنا من وقف الحال ده خالص. ما فيش شغل في البلد اساس، البلد كلها بتشتغل كده. هي كانت كانت بتيجي كل سنه في شهر واحد وشهر اتنين تقف شويه اساس، يعني الشغل ما كانش بيبقى فيه شغل. فدلوقتي احنا واقفين خالص اهو، ما فيش شغل خالص. مشكلات تلك المهنة تجسدت جلية في عمل أحمد الرشيدي صاحب أحد المصانع، ورث المهنة عن أبيه وجده. استطاع أن يطور أداءه بالعمل على ماكينات حديثة بديلاً عن الصناعة اليدوية ذات التكلفة العالية. يعني تقريباً كان تحت إيدي عمالة ما لا يقل عن 300 بيت مفتوحين. اضرب كل بيت في 5 أفراد يبقى تقريباً زي 1500 روح شغالين من وراء المصنع ده. اضرب بقى قيس على كده ان محله مرحوم فيها اكتر من 1000 مصنع، يعني لما تيجي تحسب عدد الناس اللي كانت بتاكل عيش من المهنه دي يعدي 1,000,000 نفس، مش محله مرحوم بس، يعني محله مرحوم الام اللي بتصنع. احمد كغيره ممن يمتهنون تلك الحرفه
يعرف الأسرار ويبدأ العمل لينتقل من مرحلة إلى أخرى حتى تخرج بشكلها النهائي كمنتج جاهز للبيع والاستخدام. ورغم التقدم التكنولوجي واستخدام الآلات الحديثة في صناعة العقادة، فإن البعض لا يزالون يستخدمون النول اليدوي لما له من أصالة وجودة. شغل الحريم ده في ناس بتيجي من البلاد اللي حوالين مننا، برما وبيار وكفر خضر وكفر مسعود وشوني وفيشة وكرسة وشقرف وتلبنت وكتامة، تقريبا زي 20-30 بلد، كل بناتهم وشبابهم بيشتغلوا في الشغلانة بتاعتنا. ياخد الشغل يقفل عليه الخرز يعمل له 200-300 جنيه في الأسبوع، وهو قاعد جنب شغله وجنب وظيفته وجنب قاعد لها بس مخصوص يشتغل يقفل الشغل ده. حاليا ما حدش شغال، كله قاعد. العقادة كغيرها من المهن اليدوية أضحت في مهب الريح بسبب ما تواجهه من منافسة شرسة من منتجات صينية زهيدة وإهمال طالها، رغم ما تمثله من سوق واسعة ستكون لا شك واعدة حال أعيرت لها عين الاهتمام. وفي أخبارنا المنوعة، انطلقت في ولاية ألاسكا الأمريكية ذات الطقس شديد القسوة، انطلقت المرحلة الأولى من سباق زلاجات تجرها كلاب، ويستقلها متسابقون تجمعوا من أنحاء العالم للمشاركة في رحلة تمتد 1609 كيلومترات. هذا وهو السباق السنوي الرابع والأربعون الذي يأتي إحياء لمهمة إنقاذ بزلاجات تجرها كلاب عام 1925 لتسليم مصل الدفتيريا إلى بلدة نومي على الساحل الغربي للولاية، حيث يحصل الفائز على $50,400 وشاحنة صغيرة، فيما يشترك باقي أفضل المتسابقين في مبلغ $750,000. وقبل الختام، تذكرة بعناوين النشرة. الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية أبرز محاور مباحثات السيسي ونظيره العراقي. فرض حظر التجوال في بنجردان التونسية بعد محاولات مسلحين الهجوم على مقار أمنية. وثمانية متهمين جدد ينضمون لقضية اغتيال النائب العام هشام بركات. نهاية نشرة الأخبار من النهار اليوم، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.